عبادي فأجيب كل ما قال رسولي قوله نور وهادي واتباع لسبيلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا أحبتي في الله في وقفات مع الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، نتعلم من تلك المواقف ومن تلك الدروس التي خطها لنا عليه الصلاة والسلام. موقفنا اليوم مع أبي بصير، أبو بصير الذي فر بدينه وفر بنفسه من الكفر والطغيان والجبروت ومن قريش وظلمها، وقدم إلى المدينة المنورة ودخل إلى معقل الإسلام وإلى فسطاط المسلمين. فلما صار في مأمن وأمن على نفسه ودخل في حرز المسلمين وفي أمانهم وفي حفظهم ودخل في الأمان هناك، يأتي رجلان من قريش فيطالبان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاء العهد الذي عليه، بوفاء عهد الحديبية، ويطالبان بتسليم أبي بصير. فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لأعدائه، يسلم أبا بصير لقريش، والمدينة بأمس الحاجة لمجاهد في سبيل الله يذود عن حياض الإسلام. أبو بصير قد يفتن في دينه، أبو بصير قد يعذب، أبو بصير قد يقتل، أبو بصير قد يتعرض لما لا يتعرض له إنسان في الدنيا بما فيها، إلا أنه يسلم لأعداء الله سبحانه وتعالى. ينطلق الأعداء به ويكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة، ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، قد أبرأ الله ذمتك وأوفى بعهدك. إلا أنه لا يجلس في المدينة، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسلمه مرة ثانية. حتى أن أبا بصير استغرب واستعجب وقال له: يا رسول الله، أتردني إلى أعداء الله يفتنونني في ديني؟ فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بصير، انطلق، سيجعل الله لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا. إنه الوفاء بالعهد أحبتي في الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمام عدة خيارات، وإنما أمام واجب وفريضة محكمة محتمة لا مفر منها أبدا، وهو الذي قال فيه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إنه الوفاء بالعهد أحبتي في الله الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم حذيفة وأباه من ذروة سنام الإسلام، وهما اللذان أتيا من مكة فقبض عليهما: إلى أين تريدان؟ قالا: نريد المدينة. فقالوا لهم: بل تريدون محمدا؟ قالوا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا عليهم عهدا ألا يقاتلوا مع محمد، فأعطوهم العهد وأتوا إلى رسول الله وأخبروه القصة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، ليحرم حذيفة من الجهاد في سبيل الله بغزوة بدر. إنه الوفاء بالعهد الذي لا براءة للمؤمن ولا لمسلم مهما كان من النفاق إلا به. إنه الوفاء بالعهد أحبتي في الله، ليس مع الإخوة، ليس مع الأحباب، ليس مع الأصحاب، فذلك أمر مفروغ منه، وكل الشرائع تدعو له، وكل الناس يؤمن به. أما أن يكون الوفاء بالعهد مع أعداء الله، مع من يريد أن يقتلنا، مع من يريد أن يفنينا عن آخرنا، فإن هذه البطولة، فإنها هنا الأخلاق، فإنها هنا الرجولة، إنها بطولة الأخلاق في الإسلام. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما أحوجنا أحبتي في الله في أيامنا هذه للوفاء بالعهد، ليس مع الأعداء فحسب، وإنما نحن بأمس الحاجة للوفاء بالعهد مع الأحباب، مع الأصحاب، مع الإخوة، مع الأصدقاء، مع من يقاتلون معنا في صف واحد، مع إخوة ثورتنا، مع الفصائل فيما بينها. ما أحوجنا للوفاء بالعهد في زمن قل به الوفاء،
في زمن قل به في الحقوق الأداء، في زمن قلت فيه القيم والأخلاق، في زمن ضعف فيه وازع السلطان وخف فيه الخوف من الرحمن، في زمن ستجد من يفتيك ويبرر لك ويرقع لك ويجد لك فتوى ويجد لك مبررا مهما كان حالك ومهما كان فعلك، ولكن والله لسنا بحاجة إلى ذاك. نحن بحاجة إلى الفطرة السليمة، بحاجة إلى الأخلاق النبوية، بحاجة إلى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حسن الخلق وعلى رأسه الوفاء بالعهد يعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام بحاله قبل مقاله ومع أصحابه ومع أبي بصير ومع غيره من أصحاب رسول الله، والحمد لله رب العالمين. يا عبادي